أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات موصلية. سنتناول في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة شخصية دينية علمية، إنه الشيخ لطفي مجيد العباس، المولود في عام 1939 والمتوفى عام 2013. ينتسب شيخنا الجليل إلى أسرة كريمة تعود بأصولها إلى سيدنا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل ابن عم رسول الله، فهو ينتسب إلى الأرومة العباسية. وطبعا قبل أن نتحدث عن هذه الشخصية، بودي أيضا الحديث عن كيفية مجيء هذه الأسرة إلى مدينة الموصل. فأقول أن جد الأسرة عباس هو الذي قدم الموصل خلال فترة القرن 19، وطبعا أيضا لهذه الهجرات لها أسبابها ومسبباتها. فعندما نتحدث عن الهجرات العربية نقول أن الهجرة الأخيرة للقبائل العربية كانت في القرن 19، وذلك من بلاد الشام إلى مدينة الموصل وأيضا ولاية الموصل والفرات الأوسط. لقد كانت من أهم أسباب هذه الهجرات التي تعد الهجرات الأخيرة للقبائل العربية إلى الموصل والجزيرة الفراتية هي أسباب سياسية تتعلق بالدولة العثمانية. فالدولة العثمانية عندما وجدت نفسها في القرن 19 بأنها قد تخلفت عن الأمم والدول العظمى، أرادت أن تعود إلى سياسة تعمل من خلالها على إعادة هيبة الدولة، فاستخدمت العنصر السيادي لها، ذلك بإعادة هيبة الدولة. وأول ما قامت به هي الحقيقة إسقاطها لكل الولايات التي كانت تحكم من قبل الأسر الحاكمة، ابتداء من المغرب العربي، من الدايات والبايات والأسر القرملية، وفي العراق الأفرشاب، وأيضا المماليك في بغداد، والأسرة الجليلية في الموصل. طبعا هذه السياسة حقيقة أرخت بظلالها على ممتلكاتها، فكان لها السيادة في حواضرها، أما في المناطق التي خارجة عن سيطرتها ألا وهي العشائر والقبائل، فهنا استخدمت الدولة العثمانية سياسة ذات حدين. الشطر الأول من سياستها هي استخدام سياسة فرض قسط، والشطر الثاني من هذه أن استطاعت أن توجه بعض القبائل والعشائر على نظائرها من القبائل الأخرى، مما ولد ضغوطا على هذه العشائر والقبائل، والتي حدا بها في بالأخير أن تهاجر وتغادر منطقة بلاد الشام تحديدا إلى المناطق التي ذكرناها في بداية حديثنا. فمن بين هذه الأسر ومن بين هذه العشائر ومن بين هذه الأرهومات التي انتقلت إلى مدينة الموصل كانت أسرة آل عباس. وطبعا هذه الأسرة كانت في بلاد الشام حقيقة لديها أيضا بعض الحرف، وهنا أقولها أيضا وهذه معلومة أيضا لحضراتكم، أن أول من أدخل صناعة مادة الطرشي في الموصل هما آل عباس، حتى قبل غيرهم من نظائرهم من الأسر. عموما هذه الأسرة الكريمة أنجبت لنا أعلاما كبيرة، كان من بينها مترجمنا الشيخ الجليل لطفي، ولذلك نرى أن في الكنى التي أيضا كان يكنى بها كان يكنى بالمولى أيضا، فضلا عن أنه كما ذكرت هو من قبيلة العباس. وهنا أيضا بودي أن أوضح لمشاهدي الكرام المولى من أين أتت،
لا سيما المولى أبو ريشة. فبالتأكيد هذه الأسرة تعود إلى جدها الذي قدم مع السلطان العثماني مراد الرابع عام 1638 لاستعادة بغداد من براثن الدولة الفارسية الصفوية. وعندما تقدمت هذه القوات باتجاه لا سيما باتجاه الموصل، فكان جد هذه الأسرة السيد محمد حامل السجادة النبوية، الذي الحقيقة كرم بأن يكون حاملا للسجادة النبوية، ذلك لشرافة نسبه. وطبعا هذه الشخصية هي شخصية تعود بأصولها إلى الأرومة العباسية. وأيضا بودي أن أذكر لحضراتكم لأن العناية الإلهية قد اختصت ببعض الأرومات بأن كان لها الأمارة. من بين هذه الأرومات أولا التغالبة بكل مفاصلها، والأرومة الثانية هم الأمويون، ومن ثم العباسيون، وطبعا السادة الأشراف الحسنيون. فهؤلاء قد اختصتهم العناية الإلهية بالأمارة، لذا نرى أن هؤلاء في أي مكان يحل فيها أو في أي مكان يرحلوا من عليها تكون لهم حقيقة اليد الطولة في جمع كثير من العشائر والقبائل حولها. لذا فإن السيد محمد حامل السجادة النبوية عندما انتهت مرحلة الحرب وتم استعادة بغداد من قبل الدولة العثمانية في عام 1638، نراه توجه صوب بلاد الشام، وهناك أيضا تأمر على مجموعة من القبائل والعشائر حتى من غير أصوله. ذلك كما قلت أن هذه الشخصيات حقيقة كانت تتمتع بسمات قيادية، فاستطاع أن يجمع حوله مجموعة من العشائر والقبائل، إذا سموا بالمولى أبو ريشة. فكان مترجما أيضا من هذه الأرومة التي رحلت خلال مرحلة القرن التاسع عشر إلى مدينة الموصل. إذن نشأة الشيخ المولى كانت ولادته الحقيقة في مدينة الموصل في عام 1939 في منطقة باب البيض، وتنحدر أصول هذه الأسرة الكريمة كما ذكرت من الأسر العربية الأصيلة التي يرجع نسبها إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا منذ نشأته اتجه إلى حلقات العلم وأيضا الدراسة والتحصيل العلمي في مدينة الموصل، حيث درس على يد نخبة من علماء ومشايخ هذه المدينة التاريخية الأصيلة. ومن بين هؤلاء الذين تتلمذ على أيديهم هو الشيخ عبد الله الأربيلي وأيضا الشيخ علي الشمالي، وفضلا عن هذا الشيخ ذنون البدراني والشيخ الجليل أيضا نعمان حسين المولى والشيخ محمد ياسين الذي كان يعد مفتي ديار الموصلية. طبعا استثمر الشيخ المولى هذا استثمر وجوده بين هذه النخبة الطيبة من هذه العلماء ليأخذ على أيديهم. طبعا أيضا كان ومنذ بداياته من خلال أيضا تكوينه الشخصي كان الشيخ لطفي حقيقة كان ميالا للوسطية غير مغال فبعيدا عن الغلو، وأيضا كان يتسم أيضا بالتسامح الكبير. فطبعا في كما قلنا أن من خلال أيضا إعداده الإعداد العلمي المطلوب كان في بداياته في جانب لا سيما تلاوة القرآن وأيضا أحكام التلاوة كلها قد تعلمها وأجادها، ليكون في الحلقة الثانية من حياته أيضا معلما
ومرشدا، وأيضا كان في كل مجالسه يعني طبعا بكلا الجنسين، كانت مجالس شيخنا الجليل حقيقة، وحتى أن وافته المالية كانت ملأة بطلاب العلم والمحبين لهذه الشخصية الكريمة. حقيقة نال الشيخ المولى نال إجازته العلمية في أصول الفقه عن شيخه الكبير الشيخ محمد ياسين، حيث قرأ على الكتب العلمية المطولة ودراسة أيضا العلوم العقلية والنقلية وأيضا علم الحديث والتفسير والكلام والأصول والفقه، ومن العلوم العربية الوضعي والتصريفي والنحوي والاشتقاقي والبياني والعروض طبعا، وأيضا أجز في علم التجويد، يعني تم بناء هذه الشخصية العلمية بناء رصينا بحيث أصبح كما قلت هو في المرحلة الثانية هو المعلم وهو المربي، وأيضا كانت لديه حلقات من العلم والتدريس رغم حتى معاناته الشديدة، لأن هذه الشخصية الكريمة أيضا خلال مرحلة شبابه قد ابتلي بحادث من خلال الكهرباء وفقد على إثرها طرفيه العليا، فأصبح على الرغم أنه كان فاقد اليدين إلا أن ذلك لم يكن أو لم يقف عائقا أمام هذه الشخصية بأن تقوم بواجبها. فضلا عن هذا نرى أنه في مراحل كثيرة أيضا كانت له من المواقف السياسية من أجل إنصاف أهل جلدته من مدينته الموصل، وكان أيضا له دور وطني، وكان رجلا شجاعا لا يخشى في الله حق لومة لائم، فكان دائما يوصل الكلمة الحق إلى أصحاب الرئاسة بوقتها دون أي خوف أو وجل، وبشجاعة كبيرة وبشجاعة مطلقة. في الجانب العلمي نرى أن أيضا تخرج على يديه الكثير من طلبة العلم وعلى حد السواء يعني الإناث والذكور، وطبعا أقول هنا أيضا حتى تكون أو يكون أو تكون المعلومة أكثر دقة أنني أرتبط بهذه الشخصية أيضا بصلات قربة، فكنت قريب من هذه الشخصية وقريب جدا، فكنت أرى مجالس العلم لديه لا سيما من النساء الذي ما فارقها حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بابها. حقيقة أيضا كان أسلوبه مميزا خلال علاقاته مع طلبته ومع المتلقين، وأيضا كان لديه قدرة في المحاورة وأيضا قدرة في الإقناع، وأيضا كان رجلا حقيقة يمتاز بتواضع الجمع، حتى كان يتعامل مع الصغار من المتلقين، وكان أيضا هذا الأسلوب أثره الكبير أيضا في زيادة حب الناس لهذه الشخصية الفذة، وأيضا كان أيضا باديا في مشاركاته في مراحل العصيبة التي مرت بها مدينته، وطبعا كان يعتقد بأن المدينة أحوج ما تكون إلى أعلامها من أجل التعامل مع كثير من المواجهات والأحداث، وطبعا كان أيضا له بصمة واضحة. وفضلا عن هذا أيضا خلال فترة مرحلة شبابه كان له أدوارا أيضا في الجانب القومي، يعني كان مثلا في ثورة الجزائر الأدوان الثلاثي عام 1956 على مصر، الأوضاع مثلا كان بعض الأقطار العربية الرازحة تحت
بحكم استعماله كثير من الأقطار العربية في مشرق الوطن العربي وفي مغربه، وكان يقود التظاهرات، وكان رجلا ذا حس وطني وحس قومي مرهف، كان يريد الحقيقة أن يكون له البصمة الواضحة أيضا من خلال خطبه. وكان طبعا رحمه الله كان يمتاز بصوت جهوري، وكان يلقي الخطابات الكبيرة والخطب العصماء في هذه المناسبات الحقيقة المختلفة. فلم يبقى شيخنا الجليل عن أو لم يتخلى شيخنا الجليل عن أي مرحلة أو أي محنة تمر بها مدينته أو عراقه أو أي قطر من الأقطار العربية، وكان رجلا بحق يمثل لأمان هذه الجماهير الغفيرة في مدينته رغم توجهاته الدينية، وكما أؤكد مرة أخرى في الوسطية من فكره، فلم يكن متعصبا ولم يكن متحزبا لأي فئة أو جهة مهما كان. لقد كان أيضا لشيخنا الجليل الشيخ لطفي مجيد العباس دوره الاجتماعي الكبير، فمن خلال كياسته وأيضا مجهوداته الكبيرة في الجانب الاجتماعي استطاع أن يلم شتات هذه الأسرة الكريمة، وكذلك ليقيم أيضا العلاقات الإنسانية الطيبة مع مجموعة الأسر الموصلية أيضا الكريمة، لا سيما من الأسر التي تنتسب إلى البيت العباسي الشريف. فأيضا كان الشيخ لطفي كان أيضا على تواصل مع شيخنا الكبير الشيخ محفوظ العباسي، وطبعا أيضا من خلال هذه اللقاءات العلمية المثمرة استطاعا أن يثبتا كثير من الحقائق التاريخية في جانب الأنساب، وأيضا إماطة اللثام عن بعض ما غمض عن العديد من هذه الأسر الكريمة التي تنتسب لهذا البيت الكريم. أيضا بودي هنا بعد أن تحدثنا، وطبعا بالتأكيد لا يمكن في هذه العجالة من إعطاء حق هذه الشخصية الكريمة الكبيرة التي لعبت دورا كبيرا في المجتمع الموصلي بكل الحقيقة بأكثر من مجال من هذه المجالات، إلا أنني الحقيقة أستشهد ببعض ما كتبه وقاله عنه المؤرخ الأستاذ عبد الجبار محمد جرجيس في موسوعة علماء الموصل في جزئها الأول في الصفحة 280، حيث يقول عنه الأستاذ عبد الجبار محمد جرجيس، يقول: عالم من علماء الموصل، خطيب يتميز بسلاسة العبارة، صادق النية، عاملا في سبيل الله، داعيا ومرشدا، رغم أنه فاقد اليدين إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة منهاجه الدعوي وإرشاده الإسلامي، بسيط المظهر، سليم النية، قوي العقيدة، إنه الشيخ لطفي مجيد عباس. طبعا عاش قسما من طفولته في مدينة الموصل، ودخل المدرسة الابتدائية فالمتوسطة والثانوية، وحصل على قسط من العلوم والمعارف، أحب دراسة الديانة الإسلامية، فالتحق طالبا في مدرسة الحاج زكر التي كانت تعرف بمدرسة بيت يونس أغا، أنشأها الحاج زكريا التاجر ابن الحاج أحمد سنة 1786 ميلادية، وهي في شارع الفاروق، وهي من المدارس الموقوفة. وأجاب فأحب قراءة القرآن وأراد أن يتعلم هذا العلم، وكان يومها الشيخ محمد المدني هو الذي أشرف على تدريسه وعلمه أيضا القرآن الكريم.
طبعا ايضا كانت له براعه في تعلم العلوم العقليه والنقليه، فتوجه في حينها للدراسه عند الشيخ عبد الله الاربيلي، ثم عند الشيخ المرحوم علي الشمالي، بعد ان اخذ مزيدا من العلوم الشرعيه، كما واصل دراسته العلميه عند الشيخ عمر النعمه وايضا الشيخ الكبير نعمان حسين المولى، اضافه الى دراسته عند الشيخ شاكر النعمه وعبد المنعم مصطفى. فكانت حصيله دراسته ان امتلك ناصيه العلم واصبح عالما متوازنا يعتمد على الكتاب والسنه، واصبح متحدثا لبقا لامتلاكه ناصيه العلم، الا انه بقي متواضعا وبسيطا، لم يقترب بالدنيا فيسعى اليها، الا انه اراد الطريق المستقيم فمشى فيه، لا يتظاهر بالعلم ولا يجادل، بل كان مرشدا وداعيا وهاديا الى طريق الحق. وعندما بلغ مرحله الشباب الواعي اراد الذهاب الى مكه المكرمه، فحج البيت العتيق سنه 1967، وعاد وهو يسير على النهج المستقيم. طبعا ايضا كان يعمل منذ عام 1978، حيث كلف بالخطبة في جامع سعدية حسنات، احد جوامع الموصل في منطقة وادي حجر، وهو من الجوامع المشيدة في التسعينيات من القرن الماضي، واصبح خطيبا فيه لعدة سنوات، مارس واجبه بصورة مستقيمة، وكانت خطبه جيدة افاد منها الناس، حيث عمل من خلال خطبه الى بث الوعي الاسلامي. وفي سنة 1984 دخل الامتحان التأهيلي لين وظيفة الخطابة والإمامة، وحصل على النجاح بتقدير جيد جدا. في سنة 87 أيضا تم نقله إلى جامع العمرية الذي بناه الحاج قاسم العمري، طبعا هذا جد الأسرة العمرية التي قدمت الموصل عام 1543، واستمر خطيبا بهذا الجامع. في سنة 1989 أراد الله ابتلاء هذا الشيخ ليرحمه، فكان أن صعق بالتيار الكهربائي أدى بالنتيجة إلى بتر يديه الاثنتين، وصبر وجاهد في الله محتسبا، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا هذا هو كان اختبار لهذه الشخصية الكريمة التي لم تمنعه إصابته وعوقه من إداء رسالته الدينية الكبيرة بعملية الإرشاد وأيضا التوجيه وأيضا والخطب والتعليم والتدريس حتى أيامه الأخيرة. كما يسترسل أيضا الأستاذ المؤرخ الكبير أستاذ عبد الجبار محمد جرجيس بترجمة حياة هذه الشخصية الحقيقة الفذة، فيقول عنه: وبقي بعد ذلك خطيفا في جامع العمرية رغم الحدث الجلل والمصاب الأليم إلى عام 1997، حيث كنت أشاهد هذا الرجل وأنا في موقع المسؤولية كمدير للأوقاف. طبعا بالمناسبة أنه الأستاذ عبد الجبار محمد جرجيس شغل منصب مدير أوقاف نينوى في تسعينيات القرن الماضي، فطبعا كان قريب من علماء الدين ومن مترجمنا أيضا، فقال: كنت أشاهد هذا الرجل وأنا في موقع المسؤولية صابرا هادئا ملتزما بالتعليمات راضيا بقسمته، لم أسمعه يوما يطلب شيئا لنفسه، وكنت أشاهده في المناسبات الدينية في جامع الصائغ في حي البلديات داعيا من بين الدعاة وواعظا مع المتكلمين. طبعا في عام 1997 أيضا الكلام للأستاذ عبد الجبار محمد جرجيس يقول: تم نقله خطيبا إلى جامع صابرين في حي الوحدة، وطبعا هو من الجوامع حديثة البناء في المنطقة، وعقد العزم مع نفسه على دراسة علم التجويد وأحكام التلاوة، فكان طالبا للعلم عند الشيخ
منير بشير حمادي الطائي المولود عام 1944، والذي يتميز بالقراءة بالطريقة العراقية على رواية حفص، وهو الآن إمام جامع سلمان في حي البلديات. طبعا وصل معه إلى أن استطاع الإجازة العلمية عام 1995. خلال هذه المرحلة من العمر أراد أن يستزيد، يعني كان شيخنا الجليل وهو في سن متقدمة، الشيخ العباس. الحقيقة حتى في سنين الأخير كان هو معلما وطالبا في ذات الوقت، يعني لم يكن متعاليا، يعني هو يلقي الدروس وهو أيضا يحاضر، وفي ذات الوقت تراه ينتظم في مراحل التدريس للاستزادة من العلوم الشرعية، فتوجه للدراسة في مدرسة الشيخ محمد ياسين مفتي الموصل. وطبعا استطاع هذا الرجل وهو متقدم في السن أن يقنع أستاذه بقدراته، ومن خلالها تم منحه الإجازة العلمية في 1/5 من عام 2004. وأيضا نرى أن هذا الشيخ الكريم الذي أخذ أيضا بوصايا أستاذه، حيث أوصاه بالتقوى واحترام العاملين في الدين، وأوصاه بشيخه وتقوى الله سرا وعلانية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ الأمانة وابتغاء مرضات الله. بعد هذه الفترة أيضا الكلام للأستاذ عبد الجبار يقول: وبعد هذه الفترة تم تكليفه بالخطبة في جامع المرحوم الشيخ محمد طاهر جناوة في حي النور، وهو من الجوامع أيضا الحديثة والمهمة في هذه المنطقة، والآن يواصل الدراسة والتدريس في جامع صادق العلاف في حي السكر. وطبعا أنا كنت من الذين يتواصلون مع شيخنا الجليل في هذا الجامع، كنت أحضر خطبه وكنت أحضر دروسه، وأيضا كنت من المتأثرين بأسلوبه وسلاسته وأيضا خطبه التي كانت مؤثرة، وقلت أنه أيضا كان يدعو إلى الله بالموعظة الحسنة، ولم يعني طوال حياته لم يظهر عنه أنه كان يثير العنف، بل كان هادئا وكان رجلا مرشدا حقيقيا في أيضا في الاتجاه الوسطي في الدعوة الإسلامية. في دعوته كان داعية إسلامية من نوع متميز. في أيلول من عام 2013 أقعد المرض شيخنا الجليل، وكان من حسن حظي أن ألتقيه وهو على فراش الموت، فوجدته مستبشرا وجهه متهللا لكونه سيلاقي وجه ربه وسيلاقي خير الأنام. رحم الله شيخنا الجليل لطفي مجيد العباس، جزاه الله عنا خير الجزاء لما قدمه لمدينته ولدينه ولأهله. إلى هنا سيداتي سادتي الأكارم، نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن نلتقيكم في لقاءات جديدة وفي شخصية جديدة من شخصياتنا المرسلية. إلى ذلك الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.